إلى موضوع آخر، وبعد بث النهار لتقرير خاص بأمراض أصابت محصول البطيخ، تنقل مدير المصالح الفلاحية بورقلة مرفوقا بمجموعة من الخبراء في قطاع الفلاحة إلى الفلاحين المتضررين للوقوف على حجم الأضرار، حيث أكد أن هذا المرض ناتج عن التقلبات الجوية الأخيرة وكاد السقي بالمياه الساخنة. ميكروفون محمد لامين بوعافية. اقل يعني ما فيها حتى حاجه يعني تقريبا هذا ايه. وكاين دواء يسموه تاع الكالسيوم ايه، وكاين واحد نتاع العسل، هذو يتلاحوا في الاربع ورقات. رانا متواجدين وحنا اليوم رانا في يعني في منطقه تاع خشم الريح، انتاج يعني انتاج تاع الدلاع، يعني بالنسبه نطمن يعني كل يعني الفلاحين، حنا رانا في يعني في مرافقه معهم من اجل يعني هذا اللي قاموا به يعني الفلاحين، قالوا باللي كاين هناك مرض الفكره. هذا المرض هذا تسبب يعني في الفتره الاخيره هناك يعني هبطت درجه الحراره، وهما يسقوا بالماء سخون يعني، وهما يعني ما فتحوش البويوت البلاستيكيه، هذا الدلاع تحت البويوت البلاستيكيه يعني تسبب في ارتفاع في الرطوبه، مما ادى الى يعني هذا الشامبينيون عندي يعني.